الله معك. نعم. طيب، وسؤال الذين يفرحون الذين يحزنون، زين؟ سواء يفرحون بوفاة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفرحون بنجاة موسى عليه الصلاة والسلام عفوا، أو بمقتل الحسين رضي الله عنه، زين؟ لا هذا صح ولا هذا صح. يعني الآن مثلا، الآن ما صار عاشوراء، نحن الآن في الثامن. نعم. طيب، ليلة التاسع الآن. نعم. طيب، لو قال لي إنسان ألا تحزن على مقتل الحسين، قلت له أصبر بعد بكرة إن شاء الله أوريك الحزن. الآن ما صار عاشوراء، سأحزن بعد غد، سأبكي بعد غد، هل يعقل هذا؟ هل يفعله عاقل؟ أو إذا انتهى عاشوراء وجئنا في العشرين من محرم، ضحك ولعب وكذا، نقول يا جماعة الخير قتل الحسين في يوم عاشوراء، إن شاء الله السنة الجاية نحزن، هذا هل يفعله عاقل؟ أبدا. كلما تذكرنا الحسين رضي الله عنه ما وقع له حزننا، وكلما تذكرنا نجاة موسى أساسا فرحنا بغض النظر عن وجود هذا اليوم. يعني تحديد هذا اليوم خطأ عظيم جدا، أنه يوم فرح أو يوم حزن خطأ. يعني الآن أضرب لك مثال، الآن في أناس الآن صلى الله تبارك أن يهديهم يعملون احتفالات أو غير، عيد زواج أو عيد ميلاد أو غير ذلك. طيب، واحد من هذا الذين يفعلون هذا الأمر عنده عيد زواج، كل سنة عيد زواج يفرح مع زوجته مثلا، أو يفرح بمولوده. طيب لو وافق عاشوراء، خلاص يقلب على حزن ويجعله مصيبة. عشان والله ان هذا اليوم يوم عاشوراء، خلاص انا هذا يوم الشؤم اني ولد لي هذا الولد، يوم الشؤم اني تزوجت هذه المرأة. هل يعقل هذا؟ لا يعقل هذا. نحن قضية الفرح وقضية الحزن هذه شرعية، تحديد يوم الله تبارك وتعالى حدد لنا يومين نفرح فيهما، عيدين، عيد الأضحى، يوم في عيد الأضحى ويوم في عيد الفطر. وليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم للحزن أو يوم للفرح. يوم الفرح حدد بهذين اليومين، أما غيرها من الأيام قد تفرح وقد تحزن. بل أحيانا اليوم نفسه، اليوم نفسه قد تفرح فيه وتحزن، في فرح وحزن. يعني أنت الآن سؤال بايخ محمد، بس لا بس شيخ مخالف، عندنا الأخ محمد من العراق ودنا حياك الله أخ محمد. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا مرحب، حياك الله. يا أهلا وسهلا. احنا نريد نورين الشاشة إن شاء الله، بارك الله فيكم. أسأل الله يبارك فيك، جزاك الله خير. والله حبينا نسلم عليكم ونشوفكم وتدعوا لنا جدعاكم من العراق. أسأل الله يبارك فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بلادكم وأن يزيدكم إن شاء الله من فضله بإذن الله سبحانه وتعالى. وأشكرك أخ محمد على هذه المشاركة، وصلى الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. شيخ عثمان، يعني أنت الآن فعلا يعني ذكرت لنا قاعدة جليلة، قضية أن الأحزان والأفراح هي قضية شرعية، مو من حق أحد أن يحدد أيام والله يقول هذه للأفراح العامة وهذه للأحزان العامة. أما ما يصيبك في خاصة نفسك، والله صار عندك مريض، توفى لك هذا الشرع يعني سمح لك فيه في أنك تعبر عن أحاسيسك ومشاعرك اتجاه هذا الأمر. أما في الأمور الدينية التي تتقرب فيها إلى الله حزنا أو فرحا، هذه لابد أن يكون تحت شرعي. شرعية. نعم. شرعية. وأنا كما قلت لك أبو محمد، سؤال لك الآن. نعم. كم عمرك؟ لا هذه خاصة يا شيخ. لا يفهمكم. عمري 43 سنة. طيب. الآن زين، خلال 43 سنة. زين، لما يأتي يوم معين خلال هذه السنوات، في سنة في هذا اليوم فرحت به. وفي نفس اليوم من العام الذي بعده حزنت فيه. وفي نفس اليوم العام الذي بعده لا حزنت ولا صحيح فرحت. فلو رتبنا هذا الأمر بهذه الطريقة. طيب. لوجدنا أن الإنسان في اليوم نفسه زين قد يمر عليه حزن في عام صحيح وفرح في عام آخر، فكيف يتعامل في حياته إذا حدد هذا يوم حزن؟ هذا اليوم اللي مات فيه أبوي، قد يكون اليوم الذي مات فيه أبوه طيب هو اليوم الذي ولد له ولد بعد سنتين صحيح، أو هذا اليوم الذي رزق فيه بزوجة صالحة، أو هذا اليوم الذي رقي في عمله، أو هذا اليوم الذي هداه الله فيه، وهذا اليوم قد يكون العكس صحيح، هذا اليوم الذي ضاع فيه، هذا اليوم الذي غرق فيه وكاد أن يموت، وهذا الموت الذي اليوم الذي احترق فيه بيته. طيب كيف يتعامل مع هذا اليوم؟ هل هو يوم فرح أو يوم حزن؟ هو من أيام الله، من أيام الله. إذن قضية أنه يجعل يوم معين أنه يوم فرح
أو يوم معين أو يوم حزن لم يحدده الشارع، هذا لا شك أنه ليس من دين الله تبارك وتعالى، وهذا من البدع التي دخلت على الناس من حيث لا يشعر. الحين أنا بسألك شيخ سؤال بس مو عن عمرك، هل وفاة ومقتل الحسين عفوا هل كان معلوم يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أم كان غير معلوم؟ لا كان معلوما لكن ليس بتحديد الوقت، والله العالم. نعم. قد يكون حدد وقتها الله أعلم. نعم. لكن الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت الحسين، سيقتل. طيب. رضي الله هل الله جاء عليه حكم وراء هذا الخبر عندما هل حزن النبي صلى الله عليه وسلم؟ دع عنك الحسين رضي الله عنه، يعني هذا في أمر مستقبل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمه أبو طالب وتوفيت خديجة في عام واحد. نعم. حتى سمي هذا العام عام الحزن. صحيح. طيب ولم يقم عليه إمام أتمن في كل سنة يكرره، ثم استشهد حمزة ثم استشهد جعفر ومات ولده إبراهيم. طيب يعني وماتت رقية في وبنات النبي أولادهم كلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها. فهل أقام النبي صلى الله عليه وسلم يوما لحمزة ويوما لجعفر ويوما لإبراهيم ويوما لرقية ويوما لزينب ويوما لأم كلثوم ويوما لأبي طالب ويوما لخديجة ويوما لزينب؟ لم يفعل شيئا من ذلك صلاة ربي عليه زينب زوجته. نعم. لم يفعل شيئا من ذلك صلاة ربي وسلامه عليه. هذا ليس مشروعا. نعم. ولا لا عقلا ولا نقلا أن يفعل هذا الأمر. نعم. وكذلك الحسين نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني لم يجعل يوما يحزن فيه للنبي على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلم أن الحسين أو الحسن أو عليا رضي الله عنهم زين كانوا في شهر ربيع الأول في 12 ربيع كانوا يقيمون حزنا ومأتما على وفاة النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الحسين لأبيه علي ولا نعم. فعله لأخيه الحسن، بل ولا فعله علي بن الحسين لأبيه الحسين، مع أن عليا كان مشاركا في هذه المعركة. نعم. وحضر ورى مقتل أبيه. نعم. رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا لم يقم مأتما، ولا فعله جعفر ولا فعله محمد الباقر ولا جعفر الصادق رضي الله عنهم أجمعين، ما فعلوا شيئا من ذلك. نعم. وإنما هذه من البدع التي أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا بمقتل الحسين ولكن ما قال إذا حدث هذا فأقيموا أبدا، لم يعني لم على مقتله مأتمن. معانا الأخ أبو عيد. بل العكس. نعم. عفوا يتأخر قليلا. نعم تفضل. نعم. بل إن صيام عاشوراء جاء في كتب الشيعة أصلا. نعم. جاء عن علي بن أبي طالب في التهذيب والاستبصار أنه أمر بصيام عاشوراء. نعم. وجاء عن الباقر محمد الباقر أنه أمر بصيام عاشوراء، وجاء عن أبي الحسن عليه السلام أنه أمر بصيام عاشوراء، وهذا كله في التهذيب والاستبصار والتهذيب الأحكام والاستبصار ووسائل الشيعة. نعم. وجامع الرواة جامع حديث الشيعة ذكروا هذه الحديث عن هؤلاء أنه أمر بصيام عاشوراء، وهذا هو الحق وهذا ثابت وهذا هو الحق وهذا هو الثابت الحق. نعم. نعم. تفضل. تفضل أبو عيد حياك الله. أبو عيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ، حياك الله. سالم بارك جزاك الله خير إن شاء الله على البرنامج الطيب. الله يبارك فيك. من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد فريضة صلاة الليل. نعم. رواه مسلم. نعم. ويوم عاشوراء نجى الله موسى من فرعون ونحن نفرح في نجاة نبي الله موسى من فرعون. نعم. وجزاكم الله خير. بارك الله فيك يا أبو عيد. أظن الشيخ عثمان قد وضح هذه المسألة بأن يوم عاشوراء لا يتخذ يوم فرح ولا يتخذ يوم حزن، هو يوم من أيام الله عز وجل، بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية الطبراني إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء ترك. أنا قبل أن الأخ عيد انقطع الخط أنا أقول أيضا يعني في هذا اليوم نفسه في يوم عاشوراء لو قيل لك يعني هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى تقول اللهم لك الحمد، ويقال لك هذا اليوم الذي استشهد فيه الحسين تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. في الوقت ذاته. نعم. يعني تستطيع أن تجمع الأمرين في الوقت ذاته، لكن لا تتقصد هذا القصد. أما أن الله أن العبد يحمد الله تبارك وتعالى جاءت موسى في هذا اليوم ويحزن على استشهاد الحسين. نعم. طيب وأيضا في الوقت ذاته الذي قلناه في مولد النبي ووفاة النبي. صحيح. صلى الله عليه وسلم. صحيح. في اليوم نفسه إذا جاء 12 ربيع الأول مثلا قال لنا قائل ترى اليوم الذي ولد فيه النبي. نعم. نقول اللهم لك الحمد على هذه النعمة والمنة وأن جعلتنا من أتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال وهذا اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قل إنا لله وإنا إليه راجعون. والقصد أن الإنسان
يعني لا يجعل يوما هو يوم حزن فقط. يعني لما يقال لنا مثلا هذا اليوم الذي استشهد فيه الحسين نبكي نبكي نبكي، طيب يقول هذا اليوم الذي فيه موسى، قال مو وقته خلنا نبكي، مو صحيح. صحيح نعم. مو صحيح. الشيخ عثمان الله يجزيك الخير، احنا الان شرفنا على نهايه هذه الحلقه، وفي الحقيقه اعطينا المشاهد اليوم كل ما يخص عاشوراء من حيث اللمحه التاريخيه والاحاديث التي جاءت فيها، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وما كان ضعيفا متروكا، وكذلك كيف هو موقف اهل السنه والجماعه من خلال هذا اليوم، وهل يعتبر هو يوم فرح او يوم حزن؟ البعض قد غلا في هذه القضيه ما بين يعني مفرط في هذه القضيه او مفرط، وان الوسط كما تفضلت انه يعني الانسان يتعامل مع هذا اليوم هو يوم من ايام الله عز وجل، لا يكون هو يوم لتعذيب النفس او للاحزان، ولا هو يوم ايضا الافراح والانسان يقيم كما يقال شعائر الاحتفالات. في الحقيقه لا يسعنا في نهايه هذا البرنامج شيخنا الا ان اشكرك في الحقيقه. سريعا وان شاء الله اللقاء معك يمر سريعا. اسال الله يبارك. انا قابلني غيرك. نعم. لكن يطول لقطة طويلة ولا ترى طافت ساعة وساعة تشتب بعيد. الله يكرمك. والصراحة تحفون من اتصل فينا من السودان ومن سوريا ومن العراق ومن الكويت وكل من اتصل فينا. ما عجبني على السؤال السودانية لما قلت السودان الآن. نعم. احنا سألت عن اذا عليها دين، اذا كان عليها دين صحيح انه يجوز لها ان تصوم عاشوراء. نعم. وان كان عليها دين وان كان قضاء الدين اولى. نعم. قضاء الدين اولى. الله يجزيك الخير. وفي الحقيقة اكرر شكري في الحقيقة على قبول دعوتنا في سارة المعالي. تسلم. واستمتعنا في اللقاء معك والحديث معك في الحقيقة لا يمل. ونحن نعد الجمهور الكريم بان شاء الله تكون لنا حلقات وجلسات معك باذن الله. سهرة ممتعة في هذه الليلة من ليالي شهر الله المحرم. أعزائي المشاهدين لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أن أتقدم باسمكم للشيخ عثمان الخميس على هذه الحلقة المباركة والموفقة بإذن الله عز وجل، وأشكر كل من تواصل معنا، وهنيئا للشيخ عثمان، محبة الناس في الحقيقة، الناس تتصل حتى تسلم عليه وأن تعبر عن مشاعرها تجاه الشيخ، وهو يستحق هذا الحب وهذه المشاعر الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته وأن يكون لها أثر في الدنيا والآخرة. ألقاكم إن شاء الله في الغد في نفس هذا الوقت الساعة 8:30 مع الشيخ حسن الحسيني في سهرة ثانية من سهرات المعالي عاشوراء أحداث ولمح تاريخية. انتظروني في الغد واستودعكم الله إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يا محمد.